Hi guys, welcome Melik ng Lara for around the own. Hi guys, welcome Melik ng Lara for around. انا عملت بارت 2 علشان انا النهارده اشتريت حاجات اكتر وفي فيها ثلاث حاجات كده او حاجتين اشتريتهم بس السبت اللي فات بس ما رضيتش اعمل فيديو عشان حاجات قليله بس دلوقتي انا قررت ان انا يا مايا استنى بقى مالك عايز يشرب ودلوقتي انا قبل ما نبدا طبعا شايفين الترابيزه كانها مليانه على الاخر كانه مخزن حاجات زي الجزء الاول كده بس لا طبعا انا شايف حاجات اقل من الجزء الاول بكتير شايف حاجات اقل من الجزء الاول بكتير يعني هو بس عشان ستيكرز وحاجات كده هي كبيره علبتها كبيره كده ف مليانه الحاجات فدلوقتي احنا هنبدأ الفيديو دلوقتي تعال مشتريات الشهر اول حاجة انا هوريها لكم هي المحفظة دي محفظة بتوعيها love travel ودي بقى تحط فيها فلوسي احط فيها فلوسي لما بقى خارجة في حتة واشتري افتح حصصتها كده وبتفتح كده بحط بقى فلوسي في سوستة هنا برضه بتفتح بحط فيها فلوسي بحطها على جنب تاني حاجة هوريها لكم هما الستيكرز دي هي ستيكرز بس انتوا طبعا ملاحظين في حاجة ناقصة هو طبعا مفروض فيه هنا المفروض في الستيكر دي فيها ورود وقبضة خضراء بس هي بس مستعملة بس استعملتها بس شوية حاجات هوريها لكم ورا هنا ورا جايب لكم كل الستايلز الستيكرز النوع سكيبر مين ستايلز الستيكرز النوع اللي بيبقوا النوع ده اللي بيبقوا استنى هعمل زوم انا هو عملت زوم عشان تشوفوا ده الستيكر اللي اشتريته الباندا شايف هو عليه ورد وارض خضراء بس استعملتهم عشان كده مش موجودين وتاني ستيكر هوريها لكم هي دي مش مستعملة دي لسه جديدة مستعملتهاش هي على شكل قلوب فانا هفتحها اوريها لكم شوفي كده ايه مالك بتلعبش فيه؟ فوم دي كده شكلها هو فوم كده وده شكل الستيكر بعد ما فتح هو عبارة عن قلوب يعني رسمة قلوب عشانها وارجع لك وقت طويل قوي عشان دي سوري جايز ما كنتش عارفه بعمل ريكوردينج دلوقتي انا نروح عند المرحله الجايه هي الهدايا اكياس الهدايا واوراق الهدايا دلوقتي انا هوريكم دي الهدايا هي في منها خمسة ونسيت اقول لكم طبعا انت في الفيكتور مش شهر يوليو وانبوكسنج من نيو تويز كان في علامه كانت على امازون ده المحل اللي انا اشتريت منه الحاجات دي اسمه امازون بس مش امازون اونلاين طبعا محل تاني طبعا وكل حاجه عنده بسعر 5 ريال و75 هلله
بتجيبوا حاجه والبند ده 15 كده 15 بتجيبوا الحاجات. لو مش فاهمينها حلو امرك تفهمك يعني. انا ما كنتش فاهمها قوي. نكمل الفيديو. هي اكياس شرايه كده 5 ب 5 بيجيبوا 20 هنا. ده اللي جنب دي بقى المحتاجه دي بقى الاعياد ميلاد طبعا. ودي دي جيفت رابر دي للهدايا دي الميلاد نفسها. دي جيفت رابر دي للعيد ميلاد. ميكس انا هوريها ريفيو للناس. هوريها ريفيو بس استنى. دي تستحوها كده وتلفوا بيها الهدية بتاعت صحابكم وتلفوا طبعا هي دي الأوراق. ودي التانية هي لونها أزرق كده وعليها ديكورات. عليها ديكور هنا شايفين قدامكم. هو بس سوري جايز انا مش هتكلم دلوقتي عشان في مشكله. دلوقتي انا هوريكم بقيه الحاجات. دي واتر بالونز تملوها في البول. تملوها في البول عشان نعوم وننبسط وكده. دلوقتي يعني هتتملى تكون واو كده حلوه بلالين كده منفوخه وترموها على الناس كده. طبعا الحاجه الجايه هي البالونه بقى اللي هي العاديه اللي بتلعب بيها وتتنفخ. دي بقى في منها كتير كده كبار كده تنفخهم لاي تكون كبير وحلو لما الاقي دي جه العب بيهم. الحاجه الجايه العربيه البوليس. استنوا في اصوات حواليا. دلوقتي مالك جه. دلوقتي انا هجيب العربيه دي عربيه البوليس بتاعت مالك. سوري بس لو ملاحظين بدات اتصل بقى دلوقتي عشان الفيديو مش عايز يبقى طويل. دلوقتي دي العلبه دي ما هي مليانه جدا عشان انا حاطه حاجاتي ثم حاجات مشتريات احطها هنا. دلوقتي الفيديو ده انتهي الفيديو. ما تنسوش تعمل لايك شير سبسكرايب. باي.